تزيدني وقهوة ولن تسيقني وتكبر في سكونك يوما على خطر يوم وأعشق عمري لأني إذا مت من دمعي هديني إذا عدت يوما وشاحا لمبك وغطي عظامي بعشب تعمدا من طهر كعبك وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوع في ذيل ثوب بخيط يلوع في ذيل ثوب عساني أصير إلهًا أصير عساني أصير إلهًا أصير إذا اهلا بحضراتكم. رجعنا لكم برنامج ثورتنا، معانا فنان تشكيلي وشاعر ايضا هو الاستاذ هشام مصطفى. برحب بحضرتك. لو العديد من الدواوين، احنا بصدد الحديث عن اخفض جناحك، ده ديوانه الشعري الاخير. الحقيقه الملاحظ ان هو كمان بيصمم اغلفه يعني الدواوين بتاعته برسومات جميله جدا من الناحيه التشكيليه، ورسام اصلا وله العديد من الدواوين، منها يعني بالترتيب يمكن بين البحر وبيني، حوار بريء، لا تعتذر أيها العشق، واخفض جناحك. يعني تكلمنا عن الديوان الأخير اخفض جناحك، هو صادر يعني كتبته حيك سنة اخفض جناحك. آخر ديوان أنا أصدرته سنة 2008. اخفض جناحك بقى من 2008 لغاية 2012. فمن حسن حظي انه هو لحق احداث الثوره بتاعت المجيده بتاعت 25. فانا كنت كاتب فيها قصيده اسمها قصيده الزلزال، ولكن انا جمعت مجموع قصائدي من 2008 ل 2012. جميل، ده هو اخفض جناحك. طب التيمه الاساسيه ايه، او الفكره المسيطره عليك في هذا الديوان، اذا كان في فكره بتتكرر او موضوع بيتردد؟ لا، انا هقول لحضرتك حاجه، هو الشاعر لا يتجزأ من ساعه ما يبتدي لغايه ما يموت. سواء قصيدة عاطفية دهيمتك، لأن القصيدة بتدهمك زي الرصاصة، ما تعرفش هتيجي من أنه اتجاه. الله، حلو التعبير. فسواء جت عاطفية أو جت سياسية أو جت وطنية، لأن المفروض أن الشاعر نبض وطنه، فلا يمكن طبعا أحداث بتحصل مش هتكون أنت مواكبها. ولكن أنا فعلا يعني معظم الدواوين السمة الغالبة عليها عاطفي، لكن أنا لا أنفصل عن وطني أو عن أنفصل أحداث سياسية، فبكتب شعر سياسي بيبقى في كل ديوان في آخره، في الجزء الأخير بجمع فيه الأشعار السياسية كلها مع بعض. جميل، إحنا عايزين نشير إلى علاقتك الوثيقة بالبحر. هو شاعرنا وفناننا التشكيل الأستاذ هشام مصطفى هو اسكندراني، و يعني ديوان في ديوان كامل بين البحر وبيني، حتى هو صور نفسه صورة فوتوغرافية أمام بحر اسكندرية الساحر. يعني البحر في البحر ماذا يمثل ليك كاسكندراني، وماذا يمثل هنا في هذه المجموعة الشعرية؟ لا، هو البحر هو حياتي، لأن هو اللي ألهمني الرسم والشعر. هنا في الديوان الأول أنا عامل الصورة بس تصميم، لأن أنا أقول لحضرتك حاجة، أنت ممكن تعمل لوحة لكن التصميم حاجة تانية، أنا كمان مصمم أغلفة. تمام. فتصميم الأغلفة بيبقى سواء بصورة أو بلوحة تشكيلية أو بأي حاجة، المهم أنت تقدر تصممها إزاي، تقدر توظفها في تصميم لغات ازاي. فانا فضلت في اول ديوان ليا وقفتي على شط بحر اسكندريه، وسميته بين البحر وبيني، لان ده حواري بيني وبين البحر هو اللي كان الهمني معظم قصائدي. لان الحقيقه اسكندريه لا تقاوم هناك بالنسبه للفنان او الشاعر عامه. البحر في اشعارك بيتردد كثيرا جدا. بيحمل اي رموز، يعني بتحمله اي رموز؟ بحمله كل حاجه، حتى لما بحب اتكلم مع حد بتكلم مع البحر. بتكلم مع البحر.
لأن البحر امتداد كبير وأحاسيس ومشاعر، وهو اللي بيديك الراحة النفسية حتى لما تقف قدامه بالنسبة لأي مواطن، فما بالك بالنسبة لشاعر أو فنان. نعم. طيب أنا عايز أسمع قصيدة من حضرتك، تقرأ لنا من هذا الديوان أم تختار من ديوان آخر كما تشاء؟ اللي تحب حضرتك. لا أنا تفضل أفضل إيه؟ آخر ديوان اللي هو أخفض جناحة. أخفض جناحة فيه عدد كبير من الدواوين. اسمح لي، كان فنجان الصمت شدني قبل الفاصل، بتقول فيه: تحاصرني الأماكن والبيوت، وفي المقهى يداهمني السكوت، وفي الركن البعيد يا إنه جرح وامرأة وفنجان صموت، تشاركني وليل ليس يدري أيحيا في الحنايا أم يموت، ونظرات وهمسات ونجم وتذكار ومصباح خفوت، وأشياء تدور ولا تدور بأفكاري كأني قد عصيت، سيرقص فوق حد السيف ظني، يعشعش في الظنون العنكبوت. يعني ده قصيدة من القصائد الجميلة جدا، أنا مش هكملها للآخر، أتركك تكملها أو تقرأ قصيدة أخرى، لكن نتحدث عن هذه القصيدة. طبعا دي قصيدة يعني من القصائد اللي دهمتني برضو في ظرف معين، فصورت فيها حدث من الأحداث، وهي قصيدة طبعا عاطفية في المقام الأول، فهي بس تحاصرني الأماكن والبيوت، وفي المقهى يداهمني السكوت. انا عاملها بالضم بس مش عاملها بالضم مش بالتسكين، يعني بس انا بسكن سكن فاصلة. ممكن تقرأ لنا قصيدة ونناقشها؟ خلاص انا هقرأ قصيدة فنجان صمت. فنجان الصمت. تحاصرني الاماكن والبيوت، وفي المقهى يداهمني السكوت، وفي الركن البعيد يا إن جرح وامرأة وفنجان صموت، تشاركني وليل ليس يدري أيحيا في الحنايا أم يموت، ونظرات وهمسات ونجم وتذكار ومصباح خفوت، وأشياء تدور ولا تدور بأفكاري كأني قد عصيت، سيرقص فوق حد السيف ظني، يعشعش في الظنون العنكبوت، ويرمقني برغم الجرح شوق أفر إليه إن يوما دعيت، فإن تكن النتيجة أن أعاني فمن كأس الملامة قد سقيت، وليس اليأس عنوانا لصمتي ولا للصبر، إن يأس القنوت فضميني على الأشهاد جرحا وضميني، فمن دمعي رويت أخاصم فيك أوراقي وحبري، ويتبعني الخيال إذا مشيت، كأن طيوفك الخرساء حولي تعذبني إذا أحيا أموت، وتجبرني على النسيان قهرا، وهل للعشق أحلام تفوت على رسلي، وإن يكن البلاء بحجم الهجر أخشاني بليت، يغالبني الوشات ولست أقوى، وبالبهتان والشكوى رميت، أي امرأة تشاركني بنصفي فأي النصف يسكنني نسيت. أي امرأة تشاركني بنصفي فأي النصف يسكنني نسيت، أحبك لا وما للحب حد، وأرهنها بعمري ما بقيت. الله جميل. حك في هذا الديوان قسمته إلى قصائد عاطفية ثم قصائد بها علاقة بالثورة، يعني ارتبطت بالثورة، انفعلت بها، ثم كتبت قصيدة أتذكر الزلزال كانت من القصائد التي انفعلت بيوم التناحي 11 فبراير. ده صحيح. نعم. وأكاد أقول لحضرتك أن دي القصيدة الوحيدة اللي كتبتها لغاية دلوقتي عن الثورة. يعني عن الثورة، ودي غريبة، يبدو أن الحدث كان أكبر من إدراكنا. فبعد تنحي فعلا كتبت قصيدة الزلزال، زي ما يكون طلقة طلعت مني، يعني مشاعري كلها حطيتها في القصيدة دي. جميل. وإحنا مع الأحداث اللي بتجري دي في انتظار عشان أجي أكتب قصيدة تانية، مش عارف، مش قادر تكتب قصيدة، لأن الأحداث متسرعة، مع إن بيقولوا الشعر يعني هو السريع، يعني القادر على مواكبة حدث كبير
ليس كالرواية مثلا او ده صحيح. نعم. بس في في حاجات انت بتختزل جواك وتطلع انت الله اعلم، ده بيبقى الهام من عند ربنا. جميل. نسمع الزلزال. انا كتبت فيها شاخت جبال الصمت والوطن الاسير تكلما، يا مالئا زهو الحديث خرافة لا ترتكف بين السطور، وانما ابشر برعد الرعد فالزلزال ايقظ نوما اسراك من زمن الخنوع تحررت، واستأسد الأمل السجين وأقسم لا تبقى حيا ما بقيت بظلنا يا شاهد الزور والأوسان، لا لن تعبد ارحل بوهمك خس فلولك وافترش عار المهانة، إن عارك أسود هل كنت تخشى يا كبير العزم يوما أسود، النيل يسري بالمدائن والقرى يمضي بوجه مكفهر باهت الألوان من هول الجراح، من قال إن الأمة ترضع طفلها لبن السفاح، لا ترتجي هل ترتجي ممن ذبحت بزيفك البطال عفوا أو سماح، وبزيك العصري صرت مقدرا حتما على طول المدى ومقدرا كالجرح كالأشباح، في كل الدروب مقدرا في شاشة التلفاز في القمح المسرطن في الملامح والمعالم والمرايا والشظايا والخطايا والمنازل والحقول، ماذا تقول إذا المآزن كبرت، ماذا نقول ودعاء كل الأمهات دموع أطفال يتامى بيننا وبكاء صبر الصابرين، أنين وجد الساجدين وجوه كل الساخطين تحركت تدعو عليك ولم تزل تبكي الأرامل في ذهول، شهداؤنا الأحرار نار في جبينك موقدة وشتاؤك المزعوم لا يشفي الغليل، فدلنا إن شاءت الأقدار أن نطفي اللظى ملقاك في أي الفصول. الله جميل جميل. لكن دعني أسألك، هل يعني ده انفعال بيوم التنحي، ولكن هل يوجد أو توجد بعض القصائد التي يمكن أن نعتبرها تحمل الإحساس بالقهر والظلم من قبل 25 يناير؟ في طبعاً. طبعاً كتبت في هذا الديوان. طبعاً كتبت برضو كتبت في ديوان الدولين السابق. يعني كانت تحمل الحالة طبعاً التي أصبها بها الشعب. أنا في ديواني الأول بعد إذن حضرتك بين البحر وبيني. نعم. لا انا هقول مش هقول القصيده كلها، كنت نعم. كاتب قصيده اسمها دي سنه 2004 الشمس تحترف الغياب. لما شعب بيجي يكتب ما بيكتبش على بلده بس، بيكتب على الوطن العربي كله. نعم. فكتبت الشمس تبني في الصباح معابده والليل يهدم ما تعرى من بناء، هل تجرؤ الاحلام ان طال المدى لتشيد قصرا من امامي كالضياء، ان كان قصرا ربما لكنما الامجاد تبنى يا رفيقي بالدماء، صرح على مرمى الرؤى وسواعدي مكسورة، ماذا سيعطي الكبرياء لو لم تكن للشمس ألف أمارة للمنتهى، من أين يأتي لابتداء يا سادتي، إن القضية لم تزل حصص البلاغة والبلاهة والغناء، هل تستسير الشمس يوما أمة قد حوصرت بين البلادة والغباء، يا سادتي إن القضية لم تزل مرهونة، من أين يأتي الكبرياء؟ الله جميلة جميلة جميلة. يعني في هذه القصيدة التي تصور حالة الإحساس بالقهر، والقصيدة الأخرى وهي يوم التنحي، ما الذي حدث؟ يعني ما الذي حدث في تجربتك الشعورية في إحساسك؟ هل ما تغير كثير؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يوم التنحي ده أننا حررنا القدس لهذه الدرجة. شوف الملايين اللي خرجت من دين التحرير وكنا منها. نعم. وكنا ناس منها. نعم. احنا كنا مشاركين في الثورة في اسكندرية، مش في اسكندرية، انا في القاهرة. كنت في القاهرة. نعم. شوف العيد اللي حصل في مصر كلها يوم حصل التنحي. نعم. او اسقاط النظام اللي يعني احنا مش عايزين الواحد يتكلم بصفات، لان الوضع معروف لكل الجماهير ان ده كان حاجه مقدره زي الذنب على الواحد. يعني انا متهيألي ان اليوم ده كان زي 73 مثلا زي ما اتصلنا على اليهود.
فبقى اكتر من كده ايه اللي ممكن يكتبه 360 درجه طبعا. طب ايه اللي ممكن يكتبه الشاعر في المرحله الحاليه؟ يعني دلوقتي في رئيس في القفص وفي رموز بتحاكم وفي مرحله انتقاليه، ايه اللي ممكن الشاعر دي الشاعر والشاعر بيركب الاحداث وبيختزلها جواه. احنا كتبت حاجه مؤخرا؟ لا، اللي كتبته قصيده، كتبت قصيده سيف. قصيده سيف دي انا بامل، انا بقول فيها ان جيلنا احنا خلاص كتر خير عمل ثوره، لكن انا مش بامل في الجيل ده، انا بامل في الجيل اللي هو تقصد اي جيل؟ اللي هو من 3 سنين، اللي هو سن ابني، سن ابني اللي من 3 سنين. ده الامل. الامل وان هو يحرر الوطن العربي كله، مش مصر بس. انت في مصر، الاربعين مثلا مصر. مصر مصر هي قلب الامه العربيه. لو اتعادل الميزان في مصر كل شيء هيتعادل، الوطن العربي كله هيتعادل. فانا بقول ان الجيل دوم، الجيل القادم، الامل بتاع الوطن العربي وبتاع البلد دي. احنا مصر، عشان عايز اقول لحضرتك حاجه، وحضرتك طبعا مدرك وكل الساده المشاهدين، ان مصر اتجرفت. مصر عشان اعاده بناء، ولو مسكها واحد مخلص وناس مخلصه، قول ولا 10 سنين. لان احنا هنبني من جديد. البناء مش زي الهدمه يا استاذ. الهدم في لحظه ممكن يحصل، البناء بيقعد سنين. انا في قصيده سيف قلت لعل الجيل ده هو اللي يحرر الوطن العربي كله. احنا عندنا المسجد الاقصى بيحصل فيه ايه قدامنا؟ مين هنعمل ايه؟ وعندنا الاحداث اللي بتحصل في بلادنا وفي الوطن العربي. لازم تكاتف كل الجهات وكل الجهود وكل الدول. طب اذا كان هذا الجيل هيلقى على كاهله هذه المسؤوليه الضخمه، فما هو الدور الذي يجب ان يلعبه المثقف والشاعر والفنان في هذا، في جيل حضرتك الان؟ احنا ملقى على عاتقنا التوعيه، وان احنا عمر ما يحصل بناء من غير ثقافه. امه ما فيهاش ثقافه مش هيحصل فيه بناء. ان احنا نحاول نقود حركه ثقافيه بدءا من مناهج التعليم نفسها. مناهج التعليم لازم تتغير، ولازم نغير الفكر عامه، الفكر كله. ولذلك هي مسؤوليه كبيره على اللي هيمسك مصر في الفتره القادمه. مسؤوليه كبيره عليا انا كمان، وعلى حضرتك، وعلى كل مسؤول في مصر، وعلى كل مواطن. لازم تكاتف كل فئات الشعب، لازم كلنا نكون قلبنا على البلد دي. لازم اخلاص. جميل. طب نسمع قصيده اخرى ايضا في نفس السياق. طيب انا كنت هقول قصيده اللي كنت كاتبها قبل الثوره اللي بعديها برضه. اللي تختاره. طيب انا كنت كاتب قصيده اظن ان دي كانت للوطن العربي عامه يعني. انا بسميها المتنبي في سرادق العذاب. يطارد شعري فضاء الأزقة، تسبح في بحور البكاء، فمن اي بحر سابدا بوحي، ومن اي فجر سياتي الضياء، اقامر وحدي على رجع امسي، وارهن عمري على ما اشاء، فلا الامس ات ولا اليوم يغري، ولا العمر باق بغير اشتهاء، احبك ليس لدي جواب، وليس سواك يقيم العزاء، لان القصيده سر ابتلائي، ستسقط مني حروف الهجاء، فلا المتنبي يسير الشجون، ولا زلق روحي لجرحي دواء، فكيف ساكتب سطرا جديدا، وفوق السطور يموت النداء، واين البلاد التي قد سمعنا عن المجد فيها، عن الكبرياء، احبك اين، وكيف التقينا، وكيف استمعنا لهذا الهراء، وبغداد تركض بين الجفون، وفوق الظنون، وخلف الاباء، اصارع وحدي وما من مجيب، وصوت الخنوع يهز الفضاء، فاين الخلاص واين المصير، وفرسان عصر شديد الغباء، يصارع في اصارع فيه، واسبح الفا بسوق البغاء، اطارد حرفا ولا ليس يبدي، فحرف قتيل وحرف هباء، تسل السيوف لصدر الاعادي، وسيف ابن عمي علي افتراء، كان القصيده تبكي دماء، ومن اي بيت تفور الدماء، ساشهد شعري بكل الوضوح باني انتهيت مع الابتداء، فلا تستهيني اذا جف حبري، ولا تسلميني لركب القضاء، تراود عيني ألوف الطيوف، فليلي صباح
وصبحي مساء فقدت اتزاني، فقدت اتزاني، فقدت اتزاني وحق السماء. الله جميلة القصيدة، كانت بتبكي دماء، بتبكي دماء وبتبكي على اللي بيحصل في العراق. العراق قطر شقيق، وكان بينزف جوانا لما كان لما لقيه في احتلال، وان شاء الله يتحرر قريب باذن الله. أريقت دماء عربية كثيرة في الثورات طبعا، ومنها دماء مصرية اللي كانت بتحارب لما العراق كانت حربه معنا. نعم نعم. يعني حالة الكتابة كيف تأتي لك؟ هل ليها طقوس خاصة؟ أنا هقول لحضرتك حاجة، ما فيش كاتب، يمكن عند ناس تانية، لكن عندي أنا بستنى من القصيدة تدهمني أو تختزل جوايا، أو ساعات وأنا ماشي طلعت معايا، يعني ما بعرفش بتيجي في أي وقت، وما بستعجلش إن أنا أكتب قصيدة. لذلك حتى أنا قلت لحضرتك أنا كتبت قصيدة واحدة عن الثورة لغاية دلوقتي. لكن في شعراء عندهم حرفية يقدر ممكن يعمل لك 30 40 قصيدة، بس هل هتوصل للناس الإحساس اللي أنت حاسه؟ يعني ما يسمى بالإلهام موجود، الفكرة أنت يجي لك إحساس ما أنت عايز تكتب، فتجري وتبحث عن أوراق جدا جدا، ولذلك أنا بشيل القلم معايا على طول. القلم ما بتكتبش على الكمبيوتر يعني؟ بكتب لما القصيدة في الورقة طبعا، بعد كده أعمل على الكمبيوتر وأسيبها. يعني في قصيدة سيف قعدت بكتب فيها 3 سنين من ساعة ما اتولد. أول ما اتولد طلع مني البيت لوحده، يعني أول بيت شعري في القصيدة: يا سيف أيام الغوالي لا تنم، الصقر يطلب فارسا عند الحرم، أنا بانتظارك، ردني من غفوة على العزيمة، تزدهي بين الأمم، قم يا بني فإن سيفك باتر، وازرع لهيب الغل في جوف العدم، أنت الخلاص لكل عار مسنا، فاحمل بشارتنا الأخيرة وانتقم. الأربع بيت دول طلعوا لي أول ما كنت، وبعد كده قعدت سنتين أكتب فيها. هو يعني واضح انه يعني كان موفق جدا في اختيار اسم ابنه. لا اخفي عليك، يعني اب بيختار ابن يسمي ابنه سيف قبل اندلاع الثوره العربيه، مش هنقول المصريه، بسنوات، وكانه يعني بيبشر بميلاد. انا هقول اخفي عليك، لا اخفي عليك ان انا اخترت الاسم دون على بتمنى من ربنا ان يكون على ايده تحرير القدس. انت قلت ان انت شايف ان هذا الجيل هو انا اللي بقبله من ربنا وكان بقى بيه في قصتي، ولعل يكون خاطئ او صادق، الله اعلم. اعتقد ان القدس هي قضيه العرب الاساسيه، حتى يعني لو كان الثورات العربيه كل قطر انشغل بهمه وثورته، ولكن في النهاية هذا هو التحرير الحقيقي. توافقني في هذا؟ طبعا. والمسجد الأقصى ده إسراء النبي عليه الصلاة والسلام، نسيب جزء منا إزاي؟ يعني ده قضية المسلمين في الوطن العربي كله، العالم الإسلامي كله، دي قضية العرب أيضا. طبعا. نعم. طيب، من أي نوع شعري مختلف ستقرأ لنا القصيدة القادمة؟ لو حبيت حضرتك اختار قصيده عطفيه. جميل. خفف بقى الجو ده. من نفس الدواوين ولا من ديواني الاخير برضه؟ جميل. الاخير. جميل. اخفض جناحك، ده اسم الديوان. ده اسم الديوان. خلاص انا هقول ده، انا بقول ده اسم الديوان، انت لك حريه اختيار القصيده يعني. طيب خلاص انا هقول قصيده اسمها ده ديوان صدر سنة؟ ده لسه صدر السنة 2001، لسه صدر الشهر ده كمان يعني. لكن كتب في مرحلة زمنية. أنا قلت لحضرتك من 2008 بكتب، من 2008 بكتب في دوت. من 2008 لغاية دلوقتي. جميل. أنا هقول قصيدة اسمها الكوكب الموعود. تزهو الكواكب فوق فلك سكينتي، فأراك سحرا باهرا وجمالا، لا ترغميني أن أفند دهشتي، ما زلت في أوج الخيال خيالة، أشتاق قطفك من نجوم مجرتي، وأطوف ليلك حاملا مرسالة، وأزف بشرة للكواكب زمرة، من كان يبغي للنجوم وصالة، إن قلت إني واهم فتمهلي، قد يرسم الأمل قريب هلالا، أحببت أغلى ما تحب قصائدي، واشتقت فيك الحلم والترحال، فسموت بدرا ساكنا في مهجتي،
لا يبتغي عند الجوار سؤالا، وأقمت في روض الفؤاد مليكة، وزرعت بين أناملي زلزالا، بين التمني جملة إن قلتها، عزف النشيد بحسنك الموالا، فتفهمي صبري الطويل حبيبتي، وتسللي في داخلي شلالا. أنا إن محدتك في ضلوعي غنوة، من ذا تراه يحرر التمثال، أهواك أقصر من أماني ريشتي، وأشد من وقع المحال محالا. فتلوني في مرسمي فيروزة، وتشكلي حورية وظلالا، جادلت حسنك كيف أضحى مذهلا، بين الأحبة هل يصير جدالا. قصر الكلام وكيف لا، لم ألتفت قصص الغرام، تؤرق العزال يا نجمتي الخضراء، كيف سأبتدي فوق السطور أعانق الأهوال. كنت المنالة فصرت درة كوكبي، والوعد حتما يستحيل منالا. شطط القصيدة قد يبرر موقفي، فتبختري بين الحروف دلالا، ما زلت في الشطر الأخير أميرة، من قال إني قد عشقت غزالا. الله الله، فعلا شيء جميل. أنا شخصيا استمتعت، وأرجو أن السادة متابعي ومشاهدي قناة النيل الثقافية وبرنامج ثورتنا أن هم يكونوا استمتعوا بهذا الشعر والفنان التشكيلي المتميز الأستاذ هشام مصطفى. في نهاية هذه الفقرة بنشكرك. أشكرك. بعد فاصل تلتقوا زميلتي ريهام منيب، وبرنامجنا وثورتنا مستمر.